رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. هبة رجل الغراب هو مش مجرد مسلسل لكن حقيقي وأجزائه وأحداثه كتير جدا عايشين معاها من فترة. مستر أدهم وهبة هتتغير ولا لأ؟ وهل فريدة هتسيب أدهم ولا مش هتقدر؟ ولما هبة تتغير مستر أدهم بقى هيرجع لها ويبيع الشركة خالص ولا هيعمل إيه؟ يعني تفاصيل كتير جدا هنعرفها من أبطال المسلسل أستاذ أو مستر أدهم. اوكي فريده واستاذنا الفاضل المؤلف شيرين. اخباركم ايه؟ كله تمام طبعا. ده الاسم الحركي، احنا قلنا مستر ادهم وفريده وشريف. طبعا شريف مفيش حركه، مفيش حركه يعني شريف رجل الغراب. عايز اقول لكم بقى بجد، وعايز اقول لك يا شيرين ان مستر ادهم استاذ احمد فريد عشره 15 سنه. حاجات كتير قوي من زمان. فانا مستر ادهم بالنسبه لي لما بيحكوا لي النهارده متفرج على المسلسل بقول ازاي، لا ده مش فريد، ده مش المستر، مش المستر اللي انا اعرفه. في معرض وبعدين مره مستر ادهم، وبعدين مره حاجه ثالثه خالص. لا بس انت مش مستر ادهم، انت اكيد جالك شيزوفرينيا مني، مش عارفه تميز انا مين بالنسبه لك دلوقتي. على العموم شرفتونا ونورتونا النهارده، والحقيقه النهارده يعني الحلقه فاصله. هنبتدي بقى في الاول بشريف. اوكي فاصله عندي طبعا. هو سبب كل حاجه اللي طلع منه كل المعلومات دلوقتي. هنقررك النهارده، هتقول لنا كل حاجه. انا يوميا بتعرض لضغوط عشان اتقرر. اه اكيد كل يوم بالليل كده. طب الحلقه هتقفل على ايه واحنا في وسط الفرجه يعني؟ طب هيشوفها ولا مش هيشوفها النهارده؟ امبارح الناس علقوا لي المشانق طبعا، يعني خلاص داخله. ها داخله، وقفتوا في حته يعني بجد خلاص. سيبك بقى من كل اللي فات وخليك في النهارده. أوكي. ريلاكس كده عشان النهارده بتطلع منك. ما عندكيش كرسي شازلونج؟ راس الغول، هبه رجل الغراب، يعني اسامي كده بنجمع الاجزاء بتاعت الجسم. ايوه يعني واحده واحده كده نجيب الدراعات والحاجات. يعني اسامي غريبه ليه يا شريف؟ يعني هو مش ليه؟ لا والله مش بقصد يعني. أوكي. هي القصه كلها ان بيبقى الفكره من بعيد هي اللي بتنادي الاسم. احيانا انا تحديدا خلينا نتكلم على رجل الغراب، كان عندي مشكله ان احنا بنشتغل على مسلسل بره النسخ بتاعته اسمها ما فيهوش اي نوع من المواربه، بيتي الدميمه. اجلي بيتي. طب هقدمه ازاي يعني؟ عايز الاقي حاجه فيها من الروح دي وفي نفس الوقت يبقى فيها شيء فني يعني. فبدات الفكره بان هبه في عالم الازياء والموضه، فدورت شويه اكتشفت ان في غرزه اسمها غرزه رجل الغراب. الغرزه دي شكلها 7-8 كده. فقلت طيب دي ممكن تفيدنا حتى على شكل الشخصيه لما تتحرك، لما تمشي، لما تعمل. طب الهيستوري بتاعها ايه؟ فبدات افكر في انه ممكن جدا يبقى مامه هبه كانت بتشتغل خياطه زمان، وجارها اللي هو تيمور مامته كانت ساكنه معاهم. مامه هبه ومامه تيمور حملوا في نفس الوقت. مامه هبه قررت تعمل شويه فساتين علشان الاولاد الصغيرين لما يجوا، فطرزت بالغلط بغرزه رجل الغراب. مامه تيمور نزلت شافت الغرزه دي قالت لها حد يطرز بغرزه نحس لبس عيال صغيره، وما رضيتش تاخد اللبس. الليله دي الاثنين خلفوا وجابوا عيال وحشه، وعلشان كده المنطقه كلها سميتها هبه رجل الغراب. بس فمن هنا طلع الاسم، من هنا جه. بص يعني يمكن الفترة اللي فاتت أو الجزئين اللي فاتوا كانوا مختلفين عن الجزئين، مش مختلفين، يمكن الكرو اختلف وتغير، وانتوا واجهتوا في الفترة دي يمكن أقاويل كتير جدا، ان انتوا الناس ارتبطت بالممثلين أكتر ما ارتبطت كمان بالأشخاص، عكس دلوقتي. أيوة. يعني دلوقتي ارتبطوا بالاشخاص، عشان كده لما قدمت قلت مستر ادهم وقلت فريده على طول. علامات دلوقتي. فاهم قصدي ايه؟ فالتحويله دي عرفت ان انت تعديها ازاي او تجتازها ازاي؟ بصي انا كنت مقرر من البدايه ان احنا هنفضل زي ما احنا. انا مش يعني مش هشكل حاجه على حد، خصوصا ان كانت علاقتي لسه باحمد وبمي وبكل الناس الجداد كانت لسه، احنا في الاول ما كناش نعرف بعض. فقلت طيب خلينا احنا استقدر الورق، لان كده ولا كده الناس مربوطه بالحدوته وبالشخصيات اللي شافوها، وهنشوف قد ايه الكاست الجديد هيبدا يستوعبني. في الحقيقه يعني الناس بذلوا مجهود فوق الوصف، مش عشان هم قاعدين، لكن احمد ومي وناهد وطلعت وكل الكاست الجديد ناس بذلوا مجهود خرافي علشان يقربوا من الورق، مش يقربوا من الصوره الذهنيه بتاعت الكاست القديم. فالحمد لله احنا دلوقتي بنبني ثمار ده بعد ما الناس عدوا المرحله الخطر اللي هي بتاعه السيزون 3 اللي كان فيه التغيير والتشوك بالناس الجديده. حاليا خلاص الناس دلوقتي مركزه مع القصه، وهم دول ادهم وفريده وهبه وكلهم.
طبعا طبعا. عايزه تساليهم ايه بقى؟ عشان انا عارفه ان شيرين النهارده عندها اسئله كتير قوي عايزه تسالها لكم. عايزه اعرف مي، قولي لي شخصيه فريده ان هي عارفه ان ادهم بيخونها الوقت كله وبرده مش بتسيبه وبرده معاه وبرده بتفضل ان هي تحبه، تفتكري ده طبيعي؟ تفتكري في بنات في الحقيقه شخصيتهم كده؟ تقريبا كل البنات ده نموذج بيحصل. بصي يعني اعتقد ان البنت لو بتحب حد قوي وخلاص هو ده يعني اللي هتكمل معاه بقيه حياتها، بتلاقيه بقى بيخون وبيتكلم في التليفون وبيتشقلب على الحبل وبيمشي على الحيط وكل حاجه، بس هي كل ده في الاخر بتبقى عايزه انها تكون معاه عشان بتحبه، فبتضطر ان هي تسامحه على ده وتغفر له ده وتعمل له ده، بس في الاخر احيانا بقى ما بتنشيش. على حسب الدراما ومهما عملت بيحب برضه في الاخر. هبه شريف، انت كنت متصور النجاح ده؟ كنت من الجزء الاولاني كنت متخيل ان هيبقى في سيزون 2 وسيزون 3 وان انتوا هتكملوا كل ده؟ لا، الخطه من الاول كانت 180 حلقه من اول دقيقه، بس فكره النجاح احنا خدنا طبعا يعني السكسيف اول سيزون، فده كان بالنسبه لنا مفاجاه قويه، كنا عايزين ننجح بس ما كناش متخيلين النجاح هيبقى للدرجه دي. عدينا 1 و2 و3 حصل فيه دروب، 4 بقى انا كنت معتقد ان كل الاحداث اللي عندنا بالطاقه اللي هم بذلوها هتنعكس، بس برضو ارجع اقول نفس مفاجاه سيزون 1، الحاجات فاقت توقعاتنا، فرجه الناس فاقت توقعاتنا، بس ارجع اقول لك ده كله مجهود الناس، مجهودنا جميعا في الحقيقه يعني. الاحداث قويه قوي، الجزء اللي جاي جزء سنشوال قوي، فالناس مستنيين يحسوا النهارده بالذات. النهارده مش هتروح قبل ما كلنا مش عايز اقول على مش مشكله، بس هيعرف يا ابو خلاص، ما انتوا على وشك اهو تشوفوهم وما فيش بعض. عايز ان اكسكلوسيف، ماليش دعوه، هتشوفوهم هتشوفوا اللي هيحصل يعني. بس عايز اقول لك هو حلاوه السيزون ده تحديدا ان احنا بنعمل تقريبا واقفين على كل حلقه فيها كليف قوي، كل حلقه الناس مستنيه ايه اللي هيحصل. يعني احنا كنا في مرحله الم فريده لادهم، دي كره كل الناس فيها المرحله اللي الناس كلها. طب وبعدين يعني مرحله بتاعه الترانسفورميشن بتاعه هبه، طب اول فرجه هتبقى ايه؟ المرحله بتاعه احمد، هو هيسيبها ولا مش هيسيبها، اللي هي المرحله الحاليه بعد ما اعلن ان عليا وعلى اعدائي. ولسه يعني المرحله بتاعه هادي هيكمل ازاي معاها. وكل كاركتر في الحقيقه الحمد لله له جمهوره وله الخط بتاعه اللي الناس مستنيين يعرفوا هيعمل ايه. ده حقيقي. انا عاوزه اقول ده بقى فريد يا جماعه في الحقيقه، فريد والسيلفيز. انا من معرفتي بالسنين اللي فاتت يحب جدا اللمه ويحب جدا العشره. انا لسه مقابله حالا واخده سيلفي. لا، ويحب دايما الناس الحلوه دايما تتلم حواليه وحبوب وفيري فريندلي. هو لو ما كانش عمل كده تحديدا في المسلسل بتاعنا احنا ما كانش هيبقى عندنا ولا صوره تفكرنا بحاجه بصراحه. يعني احمد هو المتولي بالظبط. دايما هو اللي بيصورنا كلنا مع بعض. برافو عليك يا احمد، ربنا يخليك. يعني انا شفت بقى، بصي انا شفت احمد الحقيقه ويا شريف فنان بيرسم وعنده ما شاء الله معارض، يمكن المعرض بتاعك لسه خلصان من كام يوم، والمعرض اللي قبليه كان ليا الشرف ان اكون ان انا ازوره واشوف كميه الحلاوه والجمال في اللوحات بتاعتك. مدرس في الجامعه، مذيع، ممثل، يعني الفن طالع باشكاله كلها. قريب هيبقى راقص باليه. ده قريب بقى. فعلا يعني انت متعدد المواهب، او هي موهبه الفن موجوده بس عرفت تخرجها باشكالها المختلفه. الحمد لله. الحمد لله. مستر ادهم انت يعني احلى كمان، يعني انا شايفاك انت ما بتعرفش، مش من النوع اللي بيخون بقى وبيعمل وبيسوي، لا والله هو غير كده. يعني عرفت تمثل الموضوع ده ازاي او الشخصيه دي ازاي؟ الشخصيه بكل صراحه في الاول خالص، في الاول خالص كان عارفه لما ما بتعرفيش ابعاد الشخصيه انت من فين بدات وهتنتهي لفين وحدودك عامله ازاي عشان تمشي على التراك المظبوط، خصوصا ان احنا جينا كملنا احداث كانت 90 حلقه شغاله قبل كده. فزي ما كان شريف قال احنا جينا عشان نمشي على التراك بتاع الورق مش على التراك الشخصيه هتبقى عامله ازاي، وكانت صعب قوي ان انت داخله من نص الاحداث، فيعني نص المشاعر، فمشاعرك هنا في الحته دي عامله ازاي؟ عارفه لما تبتدي من الاول فانت بادئه من اول زيرو خالص. لا، وكمان مفيش هجوم في النص. ومفيش مفيش هجوم في النص، مفيش إلمة. وانت لازم تثبت نفسك. سامحني بقى والله دي شكلها ما يديش اي قلم. حاجه عايز اقول لك، لما فريده ضربت ادهم القلم المحترم
فالناس كانت فاكره ان في عداوه، يعني لما بتصور مع بعض مثلا هو سبحان الله مغير الاحوال، ايه اللي حصل لكم؟ ده الحقيقه يعني بنكره تمثيل انا مستنياه له، يعني شكلك مش شرير خالص. ودعوا عليها دعاء رنا، دعاء اللي هو من القلب بقى، الهي يا شيخه مش عارف تروحي. ايوه لا دعوات بقى، يا رب كانت ايدي هتتشل قبل ما، يا رب ايدي هتتقلق، ليه ده انا عندي عيال ارجوك. طب قول لي يا فريد، قول لي بصراحه، تفتكر ان انت في الحقيقه ممكن تحب واحده زي هبه رجل الغراب؟ وقول بجد ومن غير مجاملات. في مش عارف في حقيقة يعني، مش اصل ساعه الحب اعمى بصراحه، يعني ممكن مش شرط الفن طلع حتى في الاجابه. لا والله عايز اقول لك ان ساعات ان انت بصي، هو مش شرط ان انت تحبي واحده وحشه في شكلها زي هبه رجل الغراب، بس هي قلبها طيب. بس احنا ساعات اختياراتنا بتكون غلط تماما. انت ممكن تشوفي واحده حلوه بس هي من جوه شر طبعًا. جدا ونفسيتها وحشه جدا، وانت بتبقي شايفه بعض الحاجات اللي هي الانديكيشن لده او مؤهلات ان ده مش مظبوط، بس خلاص بتتغاضي عنها وبتقولي اوكي، ودايما بتوجدي مبررات او حلول او مبررات اللي هي لحسن النيه اكيد مش قصدها. زي ما هي كان بتقول بالظبط، فبتلاقي نفسك ان انت اختيارك كان في منتهى الخطا، والعكس تماما، ان انت ممكن تتشدي لحد علشان الروح دي هي اللي بتبقى. فالشكل على فكره عامل زي البرفيوم بالظبط، اللي هو انت عارفه البرفيوم لما بتحطيه بتشمي في ساعتها بالزبط. ليه؟ عشان حاسه الشم بتدي اوردر للمخ فبتحفظه في الاول، فبتشمه بتديك اللي ده ريحه كذا وبتفضل موجوده. بعد كده انت ما تحسيش باي حاجه، اللي بيشوف هو اللي بيشم البرفيوم اللي انت حاطاه. فالشكل لما بتعرفي حد جديد تحت تاثير مخدر تقريبا، يعني خلاص انت حطيتي الشكل. يعني الشكل وقتي، ان انت يعني دايما، عشان كده الست لو متجدده فدايما تلاقي الراجل على طول مرتبط بيها، ان هي في شكلها في طبعها في مفاجاتها في طريقه كلامها. السيمتريه والنمطيه في الحياه بتضيع اي حاجه حتى لو كانت ملكه جمال. طبعا دي حلقه لوحدها طبعا. اكيد لا فريد والله بيقول حكم. طب شريف انا عاوزه برضو اسالك، هل السات كوم بالنسبه لك كتابته اسهل ولا الدراما؟ او ايه المفضل بالنسبه لك؟ انا عارفه ان ده مختلف عن ده تماما. السات كوم اصعب بكتير من الدراما، والمفضل بالنسبه لي الدراما اكتر من السات كوم. ليه؟ لان الدراما ما فيهاش الرولز اللي ممكن تحكمني وانا بشتغل. التكنيك بتاع كتابه السيت كوم مترتب واحد اتنين التالت ضحك، واحد اتنين التالت ضحك. فده هيخليني طول الوقت حاطط الرول في دماغي وبتعامل معاها خلاص بالخبره، بحكم الخبره. الدراما بتديني مساحات اكتر، انا وقت ما المشهد هيسوقني ان انا احط الجزء اللي فيه سنس كوميدي هحطه، ووقت ما هبقى عايز المشهد ياخد الدوز دراما زياده بحطه. فلا فيها حريه اكتر. بص احنا جالنا مسج دلوقتي لسه قايلين لي في الكنترول روم، في حد بيسال هي ليه الحلقات بطيئه قوي وليه لغايه دلوقتي ادهم ما شافش هبه؟ هقول لك، هو ده مش مشكله الحلقات دي، هو مبدئيا الحاجه اللي الناس بيستنوها هتفضل بالنسبه لهم بطيئه، حدث بطيء. ده حقيقي. دي اول حاجه. ثانيا لو رجعنا بقى، احنا قعدنا نحلل كتير بقى ايه السر في ان الناس تفاعلت مع المسلسل وحبيته ومش عارف ايه. الحمد لله المسلسل ده ماشي تقريبا بنفس الريتم بتاع الحياه، بل بالعكس هو برتم الحياه من حوالي 20 سنه، اللي هو النوستالجيا بتاعت بيوتنا زمان، كنا ازاي بنقضي اليوم من اوله لاخره، واليوم فيه بركه وطويل ومش عارف ايه، مش النهارده اليوم بيتسرق مننا هوا هوا يعني. فهو ده مينلي الريتم بتاع المسلسل، مش بطء منا، لكن وهو ده اللي مخلي الناس حاسين ان في هدوء اعصاب وهم بيتفرجوا، هم مش حاسين بتنشنه، لان ممكن يبقى عندك حدث، احنا كنا واعيين قوي، حدث بيدور يومين بس كده، ده زمنه الحقيقي بيدور على اربع حلقات. طيب في حاجة دلوقتي عاوزة يعني فريد يركز فيها وما يتركز فيها، خلاص هتبصوا على السكرين دلوقتي وتقول لي حالا لو شفت المنظر ده هتحبها ولا لا، وانت هتحسي بايه؟ بسرعة بسرعة من غير ما تفكر. يعني بنت حلوة واثقة في نفسها وستايل شيك كل حاجة. يعني انت هتغيري؟ لا مش هغير، انا عندي مشكلة في الموضوع ده، انا لما اشوف بنت حلوة بجد. لا انا بتكلم على فريدة. على فريدة؟ ايوه فريدة. لا هي فريدة بتغير من النملة اللي ماشية على الارض. انا بحبها. فريدة هتحبها ولا لا؟ بسرعة اعترف بقى فريدة. اي حاجة بالتاء المؤنثة بتعمل لي مش ثلاجة. شكلك كل حاجة فريدة مش فطبعا احبها طبعا. هتحبها حلو جدا. طيب هو ده اللي انا كنت بس عاوز اصدمكم بيه واشوف رد الفعل. شريف كان نفسي اسالك نفس السؤال. لا انا ماليش دعوه. لا 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 انا ماليش دعوه، انا بره محايد. انا بره بس متأولهم هم هم يتدبسوا. انا لا قولوا انتوا قولوا بلاش. انا لا
مهم جدا ان انت تشتغل في كرو كله بيحب بعضه. حقيقي حقيقي ده يعني انا عايز اقول لك ان ده اكتر كرو اشتغلت فيه في حياتي في نفس الحاله بتاعت الحب اللي شايفينها جوه العمل بره العمل واكتر بمنتهى الامانه جوه اكتر شويه لا تتخيل الله والله افتقدنا يعني الوقت ده جدا عشان طبعا احنا خلصنا تصوير المسلسل. فبصي هي بالنسبه لي المسلسل ده كان مدرسه يعني ان انا سنه كل يوم بنشتغل يمكن كنا بنقف يوم الجمعه بس حتى الاعياد بناخد اسبوع العيد وبنرجع تاني نشتغل يوميا من 9 الصبح كانك من 9 الصبح كل يوم بنشتغل. فالتيم ورك والحياه بتاعتنا اللي هو بناكل كلنا مع بعض في البريك بنتجمع دايما الباك ستيج اصلا كوميدي اكتر بكتير بكتير يعني حماده بركات مثلا ولما يخش الاوضه بيقلب الدنيا يعني بيقلب الدنيا ضحك هيستيري سليمان تامر نودي كل الكرو عشان احنا عندنا كده برضه فعندنا مشكله انا بقول للشيف والمخرج استاذ رامي عايز اقول لك في منتهى الاحترام سبورتيف جدا شخص مش هيكون يعني فظيع شريف نفس الكلام كل الناس بتخاف على فكره احنا بره كده يعني احنا بنتقابل مع بعض بره بنقعد نفس الاعداد بنحكي بنفس الطريقه بنتجمع لو كنا جوه اللوكيشن بنتجمع مع بعض في اوضه واحده يعني اخر يوم يعني عامل لي مشكله ان لما تروحي لوكيشن تاني انت مش لاقيه نفسك زي ده فاهمه ازاي خلاص بقى ده ستاندر عندك ان المفروض الحياه تبقى كده بس هي في الواقع هي مش كده دي فلاتات فاهمه ازاي طب وده معناه بقى ان لو كده بقى والدنيا حلوه ان شاء الله وجميله والناس تحب المسلسل اكتر قولي له انت فاهم اللي جاي صدقيني والله يعني من اخر دقيقه كنا في اخر يوم تصوير واحنا عمالين نقول كده احنا لازم نشتغل تاني كلنا مع بعض لازم نجمع بعض ونعمل حاجه جديده حبا في القعده يعني خلاص احنا حبينا بعض بقالنا سنه عشنا سنه كامله يعني كنت بقول شيء انا كنت بقول شيء احنا كده في عسل ابيض احنا العشره مهمه جدا وان انت تحب زميلك او تحب الناس اللي انت بتشتغل معاها ده بيبقى في الاخر هو اللي بيكمل معاك وبيبان على الشاشه والناس بتشوفه وبتحسي بيه جدا وبتعرف الانرجي ما بينك وما بين زميلتك او زميلك بيبقى عامل ازاي فكل حاجه جوه بتبقى على الوش بني ادم يعني عايزه تساليهم اي حاجه خبيثه كده يا شيرين والنبي يعني حاجه كده عارفه مش عارف يعني ايه الترقب ده توعد ولا اسئله بس ايوه والنبي شيرين ايوه عارفه يا شيرين اصلا قاعده شويه بقى لها بتفكر فانا عارفه ان شيرين اكيد بتنزل مشروب طب نهدي الدنيا عايزه اطلع منكم اي حاجه مفيش عايزه اقول لك اقرب الناس ليا هيحصل ايه ولا كني هنا اتفرج حضرتك هتتجوزوا في الاخر ولا لا هتتجوز هبه هتتجوز مين هو انه الاحلى اكيد فريده طبعا صح ولا أكيد. هبه رجل غراب رجل الغراب ولا المفروض انا اشوف ما بينهم هما الاثنين امارات ممكن التوهه هو يعني مين الاجابه انت ايه ده قلبت التوهه احنا متضرر على الموضوع ده انا مؤلف ما بنتكلم هو قلب الايه هو المذيع انتوا ايه رايكم يعني احنا بس انت رديت عليها لما شفت الصوره فخلاص ايه ليه هتحبها طبعا لا طب انا حبيت فريده لا بحبها قوي طب انا اوريدي بحبها دلوقتي على فكره بس هتحبها بجد بقى بس مش احنا بقى لا بس ادهم من قبل ما هبه تتغير وهو حبها يعني خلينا برضو نقول نقطه في صالحه الكاركتر بتحب الشخصيه زي ما هي كده لانه هو حس انها حقيقيه بجد يعني زيه زي مراد على فكره يعني مراد لما حبها برضو حبها من قبل ما تتغير فهو ما كانش مستني انها تحلو علشان يقرر يرتبط ولا لا بالظبط امبارح مازن قال له انت هتشوفها اوحش من الاول علشان هي ماسكه حياتك ومستقبلك في ايدك فهو في حاله ان ازاي دي يا شريف يا شريف الكلام الجميل ده شريف عليه شويه هو في المرحله دي لا هو في المرحله دي خلاص يعني مدمر الشركه كلها عندها وهو مش طايل حاجه ولا عارف يلاقيها وحياته بايظه وشرب و حاجة غيصة يعني فدلوقتي فعلا المفروض الاتيتيود بتاعه ان هبه بالنسبه له شيطان بس طبعا ده لا ينفي ان هو من جوه بيحبها بس هو رجع لفريده تاني رجع لفريده وفريده يعني شفتي انت عملت ايه؟ وعزت نفسي من عيني رجعت لها والبدل عندك وسوري طب ما هو برضه في الاخر ان هو لقى نفسه ان هو طب عارفه لما حد بيبقى كويس يعني هو انا حاسس ان ادهم علشان هو بيور من جوه او طيب فبيشوف الناس اللي بتفضل سبورت ليه او دايما وراه يعني لما لقى فريده ان دايما حتى في عز اللي انا فيه انت مش هتفوق اللي انت فيه انت عاجبك اللي انت فيه فبدا يرجع لها تاني ويقول لمازن انا عايز ارجع لفريده تاني وحسيت ان هي قد ايه مهتمه وقد ايه بتعمل لي الاكل وطبعا ما فيش اي حاجه بس جت لحته برضه قيمتها عرفت قيمتها ما هي دي مشكله بقى ايه الرجاله في مصر انا اسفه يعني ان انا بس الرجاله اطفال في مصر بس في كل حته طبعا رجاله اطفال بلاش نظلم انت واحد بس اول ما تلف ظهرها
وتسيب الراجل من هنا يبتدي يقول اه راحت فين، صح ولا غلط؟ طيب ده حاجه حلوه، بسم الله، حاجه في صالحك، الاجابه صحيحه، حاجه في صالحك يعني بنحس بقيمتك بعد ما تمشي. بعد ما الموضوع يخلص يعني، بعد ما نمشي لا ما هنرجع بقى عشان يبقى الحياه فيها دراما. اه هتكون قفلت يا ابني، خلاص نحاول بقى، نحاول ما يجيب دراما، نحاول نرجع الميه لمجاريها مره ثانيه، نحاول. طب ردي عليا يا فريد، رد عليها ميه. ارد علي يعني؟ مش عارفه بصراحه اقول لك ليه كده يا شريف بجد يعني. انتوا ليه الرجاله بتعملوا فينا؟ طب خلينا نشوف الموضوع ده بقى. بصي يا جماعه ايه بقى في ايش، افرضي ان الحياه ماشيه كده مين ستريم على طول، هتبقى حلوه؟ طبعا هتبقى جميله جدا. انا هتزهقي طبعا. بس ده حقيقه اللي انت بتقوليه، ده كلام مظبوط، بس انا حاسس انه بيحصل في الاثنين يعني. الست ما بتعرفش قيمه الراجل غير لما ممكن يبقى راجل عنده عطاء او عطاء جدا، فبيفضل عنده اهتمام وللبيت وليها، وفي الاخر هي مش حاسه بقيمته غير لما يختفي. ونفس الكلام مع ست. أيوة. يعني انا شايف ان هي ده طباع البشر، ما اعتقدش ان هو نازل مع الراجل. لا نازل مع مجتمعنا. صح يا شيرين، في مجتمعنا احنا في البشر زي ما انت بتقول صح، لكن في مجتمعنا هنا متهيألي بيدوا صلاحيات للراجل ان هو يعمل كل اللي هو عاوزه دلوقتي، والست دلوقتي في اللحظه دي دلوقتي. لا ده خلاص ست والله. احنا بنعرف نسوق فاهم، ولينا حق ان احنا نسوق ونطلع اي دي يعني. شوف البنت قالت لك بكل سلاسه. لا حقيقي والله. لا خلينا اتكلم بصراحه. العلاقه عموما يعني كانت مريم ونيم تقول لك زمان الخناقات دي الملح والفلفل والشطه ومش عارف ايه. لو الرجاله ما فيش بينهم وبين الستات الوقعات اللي بتحصل دي، عمر العلاقات ما تكمل. لازم اهم حاجه ما بصش على واحده تانية. بس ده اهم حاجه. ليه؟ طب قولي لي ليه بص على واحده تانية؟ الله اعلم، دي طبيعه. ما هو لو الست مش مع يعني، بصي مش عايزه ابرر للراجل ان هو ابرر خيانته، بس دايما الحاجه اللي انت بتملي منها اكيد بيبقى فيها حاجه بتبقى منفره اكيد. صح. لو الموضوع اللي هو مل منها بدون اي سبب يبقى هو مذنب تماما. تماما لا يعني لا مش تفاصيل، بس لا مذنب او بس كويس. انا بشوف والله بجد ان كل الرجاله، لا اي راجل بيبص، خلينا يعني الماجوريتي بلاش كل يعني. لا معلش خلينا الاغلب. لا تفصيله جايه حامل بس كده فاهم. لا شوفي لي ها في حته كده يروح سارح. طب خلاص خليه هو يعمل ايه بعد ما. طب اقول لك على حاجه، اقول لكم على حاجه بس اي حد ما بيلاقي حاجه حلوه معلش خلينا نبقى. طب اقول لكم على حاجه، لو لقيتي حاجه حلوه بصي عليها، لو نتكلم بص بقى لو طالت روحي فقعله على طول. طب خلينا بره هبه رجل الغراب فريده من جوه لسه بره هبه رجل الغراب. في الحقيقه شريف في الحقيقه حد رومانسي جدا يعني، هو ومراته دينا انت تشوفيهم والولاد عنده اثنين اصلا ملائكه. لو في صوره تطلع بس انا مش عارف اطلعها من التليفون ازاي واجيبها على الكاميرا. عايز اقول لك هو في طبعه وفي حياته الشخصيه انا بشوف ان هو نموذج عندهم كده. هم ما شاء الله اللهم لا حسد يعني يمسك خشب، وده مش خشب ده استانسيل، بس هم مدرسه كلاسيك في الحب والله. هو ودينا والولاد بحس ان هم الايدل، عارفه الحاجه النموذجيه، الحاجه الايكون اللي نفسي انا ابقى عندي فاميلي زي شريف ودينا وولادهم بجد. فهو راجل هو في الحقيقه لويال جدا على طول، ولاده من اولوياته، مراته من اولوياته. فما هو نموذج موجود، ودي حاله شاذه. وعايز اقول لك على حاجه ونادره جدا، ولو بيشتغل مع امارات حواليه وناس، بس هو الحب ده ملوش علاقه خالص بالشكل. هو عنده عارفه زي ما تبقي كونكتد على الواي فاي، هو في انترنت كده، في واي فاي ما بينه وما بين الاسره بتاعته، علاقته بوالدته وعلاقته باخواته. وحتى ازواجنا نفس الموضوع بالظبط. بس انا عايز اقول لك احنا بنتكلم هنا كلام الستات اللي حصل معانا احنا الثلاثه ده يخص الانستينكت او يخص الغريزه بتاعت ان هو نفسه يشوف مهتم بناس كتير، مالهاش دعوه بالاكشن. طب اقول لك على حاجه لو قستوها بشكل مختلف تبلعوها. تعاملوا مع الرجال على انهم اطفال. اما هو ده كان دايما امي بتعملوا تعاملوا معانا على انهم اطفال. احيانا الطفل بيشبط في لعبه، لو ضربتيه هيشبط زياده، لكن لو دنيتيه شويه. سيبوا الاطفال يلعبوا بقى لو سمحتوا. سيبوا الاطفال يلعبوا. بص بقى ده انت ليك حلقه لوحدك يعني الحقيقه. قال لك لا ده انت ليك حلقه. كل القواعد على فكره تصدق اقنعني، اقنعتني. حاجه بسيطه، هو مثال جميل للراجل الجميل. تعالى بقى كده شويه شريف على جنب، خلينا ايه يعني، خلينا على الارض الواقع شويه. لا مش دول يعني،
كده خلينا كده. في الاخر يعني بجد المسلسل حلو قوي وانتوا تجننوا ايا كان ادواركم او بره حتى الاستوديو. انا فعلا استمتعت كاني قاعده في بيتي يعني هو كده ولا كده عسل ابيض بيتي بس فعلا كاني قاعده مش ضيوف قاعدين قدامي. واحمد انا اعرفه عشره عمر ليه شرف يا فريده او يا مي ان انا اعرفك وانت كمان يا شريف وكلنا هنتفرج على الحلقه النهارده وهنشوف اللي هيحصل فيها. هنشوف رياكشن نازل وادهم لما هبه هتخش الشركه بالظبط النهارده الشركه كلها وفريده هيبقى رياكشن تعمل الشركه كلها لا ما تبلاش الدهشه. انت تتوقعي ايه بقى اخر حاجه؟ طب يلا تعالوا نعمل كده رهان النهارده لما فريده هتخش هبه لما هتخش الشركه يا ترى ادهم هيرجع في رايه بعد لما هو كان كومبليتلي ومش طايقها وهي روحه في ايديها ومستقبله هيروح ولا لا وهيرجع لفريده ولا لا؟ نحط رهانات ونبعت الاجابات على 0500 انا اقول هيرجع لهبه ماشي هيرجع لهبه انا اقول فريد يرجع لهبه لكن ادهم مش هيرجع لا يرجع لفريده. نتفرج بقى يعني الرهانين هم قصاد بعض نتفرج مش عاوز تقول انت حاجه لا لا انا مش عارف حاجه انا مش عارف حاجه مش عارف حاجه مش انا اللي كده انا مين اصلا. شرفتونا ونورتونا النهارده وبنتمنى لكم طبعا كل نجاح والتوفيق ونشوفكم ان شاء الله في اجزاء ثانيه بإذن الله واكيد هتنوروا كده ولا كده انتوا ستارز وانتوا قاعدين معانا وستارز ربنا يخليك ربنا يخليك نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا الاعزاء تابعونا بعد الفاصل على طول هنتكلم عن اهم الاعراض لاكبر الامراض وازاي نقدر نعرفها قبل ما اي مشكله تحصل وازاي نقدر نتوجه للمستشفى على طول. تابعونا.